من الأسباب العظيمة في النجاة من الفتن التي نقلها حذيفة رضي الله عنه المحافظة على الصلاة والعناية بها ولزومها وعدم تضييعها، فإن المرء إذا ضيع الصلاة فقد ضيع دينه. جاء عند الحاكم بإسناد صححه ووافقه الذهبي عن حذيفة أنه رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين النساء وهن حيض. وهذا يدلنا على أن في آخر الزمان تسمع من غرائب الفتوى ومن غرائب القول في شرع الله عز وجل ما يكون مناقضا ومضادا للمعلوم من الدين بالضرورة. قال: وليصلين النساء وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذوة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقه.